الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية إعطاء الرمان في المنام ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير إعطاء الرمان في المنام لشخص تعرفه دليل على حلاقة الحب والمودة التي تجمع بينكما وفي حال كان الرأي هو من يأخذ الرمان فتلك دليل أيضا على العلاقة الطيبة التي تجمع بين الرأي وهذا الشخص والله أعلم. وإذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أن زوجها يعطيها الرمان فتلك رؤيا محمودة حيث تدل الرؤيا على الخير، وتشير تلك الرؤيا إلى أن صاحب الحلم امرأة عفيفة ونظيفة تهتم بزوجها وعلاقتها به جيدا والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أن هناك شخصا غريب يعطيها رمان فتلك رؤيا غير محمودة والله أعلم، حيث تدل الرؤيا على تعرض صاحبة الحلم للأذى من قبل هذا الشخص والله أعلم، وتعتبر تلك الرؤيا بمثابة تنبيه لصاحبة الحلم حتى لا تصدق كل ما يقال لها دون تأكيد والله أعلم. وإذا رأت الفتاة العزباء في منامها أن شخصا غريب يعطيها رمان فتلك إشارة إلى الزواج هذا والله أعلى وأعلم. إذا رأى النائم في منامه أنه يشتري الرمان فتلك دليل على التوبة النصوحة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى، حيث تدل الرؤيا على غفران الذنوب صاحب الحلم جميعا والبدء من جديد والله أعلم. سوق الرمان في المنام دليل على تعرض صاحب الحلم للمحاكمة القانونية، حيث تدل الرؤيا على أنه تعدى الرأي على القوانين، لذا فهو أمام المساءلة القانونية والله أعلم. في أغلب الحالات تعتبر رؤية بيع الرمان في المنام من الرؤيا الغير مستحبة والتي لا تدل على الخير، فإذا رأى النائم في منامه أنه يبيع الرمان فتلك دليل على إصابته بوعكة صحية عن قريب والله أعلم. تشير رؤية ممارسة بيع الرمان في المنام دليل على أن صاحب الحلم يحرم الحلال ويحل الحرام والعياذ بالله والعلم عند الله وحده. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.